ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اليوم وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي ACD المنعقد في العاصمة بانكوك في مملكة تايلاند في الفترة من 8 إلى 10 من أكتوبر الجاري تحت شعار آسيا واحدة قوى متنوعة. ولدى وصول سموه إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله رئيس وزراء تايلاند الجنرال برايت شان أوتشا الذي رحب بحضور ومشاركة سموه في أعمال القمة. وخلال انعقاد القمة ألقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كلمة أكد فيها أن سن قوانين مثل جاستا من شأنه أن تخل بالسيادة والحصانة للدول، ما يتطلب أن نتعاون جميعا لضمان أمن واستقرار دولنا وإقامة اقتصاد قوي يوفر دعما لبرامجنا سعيا لتحقيق التنمية الشاملة. وأضاف سموه أن القارة الآسيوية بما تتمتع به من موارد ضخمة ومتنوعة جديرة بأن تلعب دورا أكبر على الساحة الدولية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية. وقال سموه إن الاقتصاد العالمي يواجه من حين لآخر أزمات بصورة وأشكال مختلفة، الأمر الذي يستدعي منا المزيد من التنسيق واتخاذ التدابير المسبقة للتخفيف من أضرارها السلبية على دولنا. وشدد سموه على أهمية التعاون على المستوى الإقليمي بين التكتلات والمجموعات الاقتصادية القائمة بما في ذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بما ينعكس إيجابا على دول وشعوب المنطقة في حاضرها ومستقبلها. السيد برايت شان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند، أصحاب الجلالة والسمو، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أنقل لكم تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مقرونة بأطيب تمنياتي بنجاح القمة في تحقيق أهدافها بما يلبي طموحات دول وشعوب المنطقة. وأتقدم بالشكر لمعالي رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة على كرم الضيافة وحسن الإعداد لهذه القمة، مغدراً جهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في استضافة وإنجاح القمة الأولى، ومهنئاً دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على رئاسة هذا التجمع، مرحباً بانضمام جمهورية تركيا وجمهورية النيبال الصديقتين للمجموعة. الحضور الكرام، تنعقد هذه القمة في وقت تتصدر فيه التنمية المستدامة الأجندة العالمية، إلا أن تحقيقها يتطلب توفير الأمن والاستقرار وعدم التأثير سلباً على هذه الجهود، كما أن سن القوانين مثل جاستا من شأنها أن تخل بالسيادة والحصانة للدول، مما يتطلب أن نتعاون جميعا لضمان أمن واستقرار دولنا وإقامة اقتصاد قوي يوفر دعما لبرامجنا سعيا لتحقيق التنمية الشاملة. الحضور الكرام، إن القارة الآسيوية تمتلك موارد متنوعة تجعلها قادرة على القيام بدور دولي أكبر من خلال التكامل الاقتصادي وتقوية التعاون
بين التجمعات الاقتصادية القائمة بما في ذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير تنسيقنا المسبق في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتقوية آليات رصد ما يتحقق من تقدم في مختلف مجالات التعاون. وختاماً، فإن مملكة البحرين ستظل تساهم بفعالية لتحقيق أهداف التعاون الأسيوي، متمنياً لاجتماعنا هذا تحقيق تطلعات دولنا وشعوبنا في التعاون المثمر بجميع المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وكان رئيس الوزراء التايلاندي قد افتتح أعمال القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي، حيث ألقى كلمة أكد فيها على أهمية انعقاد هذه القمة في ظل الظروف والتحديات التي تحيط بالكثير من دول العالم، وقال أن الدول الآسيوية تمتلك الكثير من المقومات التنموية والبشرية التي تمكنها من تجاوز الصعوبات، متمنياً أن تخرج هذه القمة بتوصيات تسهم في تعزيز التعاون بين الدول، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومجالات التعليم والصحة والاقتصاد. وأعرب عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على مبادراتها لاستضافة اجتماع الأمناء العامين للتكتلات الاقتصادية في البحرين مطلع العام القادم. بعدها قال حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة في كلمة له: إننا مطالبون بالدفاع عن المواثيق والأعراف الدولية التي تحكم عالمنا، والتي جاء قانون العدالة في مواجهة الإرهاب جستا ليشكل خرقا لها وإخلالا بقواعدها وإضرارا بمصالحنا جميعا. وأكد سموه أن العمل الآسيوي المشترك لازال دون مستوى الآمال والتطلعات، ولا يعكس أهمية محيطنا الآسيوي بحدوده المترامية وحجمه البشري. وشدد سموه على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات الجسيمة والأخطار التي تواجه دول القارة، ومنها الحروب المدمرة والفقر وتدني مستوى الرعاية الصحية والأمومية والمشاكل البيئية والنمو السكاني. من جانبه لفت الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كلمة له إلى أن العالم اليوم يمر بظروف بالغة الدقة، حيث زادت نزعة الإرهاب وتطورات التحديات بشأن التغير المناخي، وهو ما يدعو إلى استغلال جميع الموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها الدول. ثم ألقى جلالة السلطان حاجي سلطان البلقة سلطان بروناي دار السلام والرئيس ماثريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وعدد من رؤساء الدول والحكومات الآسيوية كلمات أجمعوا فيها على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق السلام والأمن والرخاء الاقتصادي لبلدان القارة الآسيوية، والخروج من هذه القمة بكل ما يعزز العمل المشترك، حيث تعتبر هذه القمة قاعدة للترابط بين الدول.